دكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بيك وكل المتابعين. يعني النهارده ثالث يوم وقفلنا اللجان وبدات اعمال الفرز البدائيه يعني الابتدائيه. احب اعرف تعليق حضرتك على ما حدث في ثلاث ايام انتخابات الداخل. عرس انتخابي ونجاح جديد يكتب للدوله المصريه، نجاح جديد يشهد أن هذه الدولة استطاعت أن تعبر الصعاب، استطاعت أن تجتاز بكل تأكيد المحن السابقة وتخالف كل التوقعات وتنجح في التحديات المواجهة لها، ويصبح لنا الآن ناخبين عندهم قدر من الوعي، عندهم قدر من القدرة على المشاركة في عملية صنع القرار، وجود المواطنين داخل اللجان واحتشادهم حتى اللحظات الأخيرة داخل كافة لجان التصويت خاصة لجان الوافدين وأسرارهم على المشاركة في هذا العرس الانتخابي الهام، شهادة نجاح للدولة المصرية، شهادة نجاح للشباب المصري على أنهم غيروا مصطلح خليهم يتسلوا لمصطلح خليهم يشتغلوا، اللي احنا شايفينه بالفعل نقطة مهمة جدا في عملية الإصلاح والتنمية. يعني هو مصطلح خليهم يتسلوا ما كانش هم اللي قالوه، فيعني هم يعني قدروا يتخطوه يعني بالفعل. خليني أعرف من حضرتك الشباب باعتبار حضرتك يعني في منصب يخص الشباب المصري، هل يعني حضور الشباب كان لافت بالنسبة لحضرتك حتى لو حشد؟ لأن الشباب لما يبقى موجود ومبسوط كده ونشوفه في بعض الجامعات زي جامعة القاهرة بالآلاف في مظاهرات من تأييد لمصر وإن هم يقولوا إحنا موجودين، عايز أعرف تعليقك عن النقطة دي. اللي إحنا شفناه هو نجاح جديد للشباب، حضرتك بتقول حتى لو حشد مفيش مشكلة خالص في أي دولة في العالم، والطبيعة العمل السياسي أنها يوجد لدينا عملية وإجراء سياسي اسمه إجراء الحشد، أن كل فصيل يحشد أنصاره من أجل دعمه في العملية الانتخابية. ده قواعد السياسة التي تعلمناها في جميع أدبيات ممارسة العمل السياسي والحزبي على مستوى العالم. كل تأكيد عندنا انتخابات تعددية، عندنا أربع مرشحين، مرشح منهم هو رئيس الجمهورية الحالي، تدعمه بعض الأحزاب السياسية التي لها أنصار ومؤيدون ولديها تمثيل تحت قبة البرلمان زي حزب مستعمل الوطن وحماة الوطن وغيرها من الأحزاب التي اختارت أن تدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. لدينا مرشح آخر هو السيد فريد زهران، والذي اختار أن يدعمه حزبه وهو حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل وحزب الإصلاح والتنمية، وهي من الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان، بالإضافة لمجموعة من الأحزاب الأخرى التي اختارت أن تدعمه. لدينا حزب الشعب الجمهوري، وهو واحد من أكبر الأحزاب المصرية التي تمتلك تمثيل برلماني وتمتلك أمانات في كافة المحافظات المصرية، ارتأت أنها الآن لديها فرصة أن تغرب منفردة في السرب وتتحرك ويكون لها مرشح هو السيد حازم عمر وتنافس بقوة، لعل وعسى أنها تدرب نفسها على الانتخابات المقبلة أو تحوز على مزيد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة. لدينا أيضا حزب الوفد ذو التاريخ العريق، والذي يمتلك سعادتك يا فندم جدا على وجودك معي دكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري.